ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا التزمتوا في التحدي الاولاني. طب ايه ده، فاتك التحدي الاولاني؟ اوعى تقولي مش هتيجي تاني. لا، تعالى معانا تاني وابدأ من التحدي التاني، مفيش مشكلة خالص. انا راجل على فكرة، يعني معاك في اي حاجة، ما تقلقش. يعني هتبدأ معانا من التحدي التاني شغال، تبدأ معانا من التحدي الاول شغال، تبدأ معانا من نص التحدي التاني شغال، تبدأ معانا من اي يوم شغال، حتى بالوجبة شغال معاك، مفيش مشكلة. اهم حاجة ان انت تبدأ، اهم حاجة ان انت تتغير، اهم حاجة ان انت تركز معايا كده في الشرح اللي انا هشرحه لك بعد شوية للتحدي التاني. وقبل ما نشرح التحدي التاني كده، معلش ركز معايا في الجملتين دول وفي الكلمتين دول اللي انا بعتبرهم كلمتين مشجعين، واللي انت احيانا بتعتبرهم شوية رغي، بس معلش يا سيدي استحملني بس في الشوية اللي جايين دول. قبل ما ابدأ، فلو انت اول مرة تشوفني، فانا مصطفى علي، ودي قناة لو نفسك تخس اللي بتساعدك بشكل صحي وبشكل مظبوط ان انت توصل لهدفك بعيدا عن اي شيء غلط ممكن تتبعه. فخليك معايا وركز معايا كده. وطبعا احنا في التحدي الثاني من مسابقة الربيع. طبعا في شهر الربيع او في فصل الربيع، الفصل ده من الفصول المميزة جدا، لا هي حر قوي ولا هي برد قوي، الجو مميز، الجو بيكون لطيف، تقدر ان انت تنزل وتتحرك وتتمشى، لا بتبقى من الحر الشديد متضايق من الشمس، ولا من البرد الشديد اللي بيجوع زي ما احنا اتفقنا وقعدت تقولي اصل الشتاء بيجوعني والشتاء بيخليني اكل كتير. لا، انت دلوقتي في فصل معتدل، ففرصة كبيرة جدا ان انت تستغل هذا الفصل. وطبعا احنا مكملين معاك ان شاء الله لغاية ما ينتهي فصل الربيع في تحديات متتالية ان شاء الله. ولكن التحدي ده مهم، لاني انا دايما انا شايف ان كل يوم بيعد عليك وانت ملتزم بيكون يوم كويس ويوم كله مكسب. يعني اي يوم انت بتلتزم بيه اعتبره ان ده مكسب، لاني للأسف زي ما بقولك دايما ان اي يوم بيعد علينا بيكون خسارة، اي يوم غلط انت بتمشي فيه او بتعك فيه حتى انت ضميرك بيبقى نائح عليك، بتبقى زعلان، صح كده؟ ودي بقى اللي انا عايزك تشغلها الفترة اللي جاية، ضميرك، حكم ضميرك شوية، يعني ركز كده على حتة الضمير، وقف قدام المراية كده وكلم نفسك، هل انت راضي عن نفسك؟ هل انت راضي على اللي بتعمله في نفسك؟ اسأل نفسك بس شوية الأسئلة دي. وده السؤال اللي انا سألته لنفسي في فترة من الفترات قبل ما ياخد قرار رحلة التغيير. هل انت راضي عن نفسك يا مصطفى في شكلك وفي جسمك ده؟ هل انت راضي عن اكلك والعك اللي انت بتعكه؟ لا، مش راضي. وبالتالي طالما انت مش راضي لازم ان انت ترضي نفسك. صدقني من الحاجات اللي هتفرق معاك قوي في حياتك هو ان انت تغير من نفسك وتخلص من السمنة. السمنة دي عائق كبير جدا جدا جدا، وسجن انا بعتبره سجن وحش قوي وبيضايقنا قوي، لانه للأسف اقرب حاجة لينا. يعني عارف انت ده جسمك اللي انت عايش بيه، عارف انت لما بيجي علينا الصيف وسمك الدهون ده بيضايقك انت نفسك، بتبقى متضايق، الحر الشديد انت ما بتستحملوش، بتبقى عايز اي حتة فيها تكييف، ما بتطقش ان انت تنزل تتحرك شوية، تحس ان جسمك كله بينزل مية، وده اللي كان بيحصل لي. فانا عايزك كده تستغل الفصل ده وتستغل الاعتدال في الجو في الفصل ده، وان انت تلحق قبل حر الصيف وقبل بقى ما تروح المصيف وقبل ما تبتدي ان انت المستخبي يبان اكتر ما هو بان دلوقتي، لكن ان شاء الله باذن الله كده ان انت تلحق اي حاجة. طبعا يعني انا بقول لك اهو، لو التزمت معانا بالانظمة الغذائية الصحية هتخس وجسمك هيبقى حلو، والاهم من جسمك اللي هيبقى حلو صحتك هتبقى افضل، ولما صحتك هتبقى افضل نفسيتك هتبقى احسن، هتلاقي نفسك عايز تستمر وعايز تطور من نفسك اكتر واكتر، مش بس ان انت اللي هو ايه شوية وزن هتنزلهم على الميزان خالص، بالعكس انت هتلاقي نفسك، وده انا شفته مع ناس كتير، الناس دي طورت من نفسها، ابتدت تغير. ايه ده، ده انا كنت عايز اخس 10 كيلو، لا ده انا هخس اكتر. ايه ده، ده انا عايز اغير من الشيب بتاع جسمي، لا انا عايز ازود العضلة دي، لا انا عايز ازود الباي، لا انا عايز ازود التراي، لا انا عايز العب شوية كده في شكل جسمي عشان يبقى شكلي احلى ومش عارف ايه، لا ده انا عايز بقى ادرس كده تغذية شوية، لا انا عايز افهم جسمي اكتر. تلاقي نفسك ان انت بتطور من نفسك، حبيت الموضوع لاني شفت قد ايه الانسان انت في راحة. وزي ما انا قلتلك كده، والله العظيم الاكل اللي كله عك ده هتلاقي حموضة وهتلاقي وجع في المعدة ومغص، وهتلاقي ان لذته فقط في اللحظة اللي بيلمس لسانك، بعد كده مجرد وصل لهذه المنطقة
انت مش حاسس بيه، حتى لما بينزل معدتك انت نفسك معدتك بتشتكي منك وتقول ارحمنا شوية يا عم، العك اللي انت بتعكه ده حد ياكل الاكل اللي انت بتاكله ده. فحاول ان انت تركز شوية معانا في الفترة اللي جاية ان شاء الله. انا عارف ان انا رغيت كتير، ولكن دي شوية او شوية كلام مشجع، لعل وعسى ممكن ان انت يعني تتشجع بالكلمتين دول واقنعك وتبدأ معانا من التحدي الثاني من رحلتنا الصغيرة لمدة 14 يوم فقط، واللي تقدر ان شاء الله خلال 6 ايام ان انت تتحكم في شهيتك وتصغر معدتك بشكل كويس جدا علشان تستمر معانا يا بطل في التحديات الجاية ان شاء الله. بشكركم ويلا بينا نروح نشوف شرح التحدي الثاني اللي انت لو تشارك معانا فيه تقول ايه اجل قبلت هذا التحدي، تضغط لايك تشترك في القناة وتكتب لنا ان انت ان شاء الله تبدأ معانا رحلة التغيير. يلا بينا نروح نشوف شرح التحدي الثاني، يلا بينا. اهلا بكم يا ابطالنا، والتحدي الثاني من مسابقتنا هنصغر معدتنا ونتحكم في شهيتنا في 14 يوم، ونبدا بنظام جميع الاوزان، النظام المناسب من سن اكتر من 16 سنه، ونظام رائع جدا ونتائجه مبهره بالالتزام ان شاء الله. طبعا نبدا بالتحدي الثاني اللي هنلاقي عندنا يوم السبت والحد زي ما انتم شايفين الفطار فيه كميه النشويات كامله مع البروتين والخضار، وطبعا مش هننسى الاربع اختيارات لتنشيط الحرق، الغداء والعشاء بدون نشويات، والوجبات الخفيفة زي ما انت شايفين كده اللي بنوزعها على مدار اليوم، واللي كمان ممكن ندخلها في النظام في الفطار، مثلا اخد كوباية حليب مع الفطار، ممكن هنا تنشيط الحرق ممكن اخد الافوكادو، واعمل زي ما انا قلت كده في التحدي الاول، تقدر تاخد 60 جرام من الافوكادو وتضربها مع العسل، تضربها مع كوباية زبادي خالي الدسم بديل لكوباية الحليب الخالي الدسم، وتعمل بيها احلى شغل، مفيش مشكلة خالص. حاول ان انت عندك النظام يعني شبرق بنفسك بيه ودلع نفسك بيه على قد ما تقدر علشان تستمتع برحلة التغيير، النتيجة هتكون مبهرة ان شاء الله. طبعا ده نظام السبت والحد، نظام الاثنين والثلاث هيكون الفطار فيه نص كمية النشويات مع البروتين والخضار، الغداء فيه كمية النشويات كاملة مع البروتين والخضار، والعشاء هيكون بدون نشويات. نظام سهل هو بسيط وما ضغطناش عليك في التحدي الثاني كتير. تعالى يوم الاربع والخميس، هيكون عندنا الفطار ممنوع فيه النشويات، الغداء ممنوع فيه النشويات، العشاء ممنوع فيه النشويات. ده يعني يومين كده هيبقوا قويين شوية، ممنوع فيهم النشويات، ممنوع فيهم الفاكهة، وطبعا احرص على تناول المية، احرص على تناول الخضار، حافظ على نفسك من الامساك، مهم جدا جدا جدا. تعالى يوم الجمعة، طبعا اليوم المفتوح مش محتاج شرح، تعالى نروح لنظام المرضعات والتحدي الثاني، هو نظام مفيد جدا للسيدات المرضع. هنلاقي عندهم زي ما انتم شايفين كده الفطار فيه كميه النشويات كامله مع البروتين والخضار، غدا وعشاء بدون نشويات، ولكن عوضنا لك يا ست الكل الوجبات الخفيفه فيها شويه بطاطس على 10 جرام حب دوار الشمس بدون ملح. يوم الاثنين والثلاث عندهم زي ما انتم شايفين كده نص كميه النشويات مع البروتين والخضار وثمره فاكهه، الغدا كميه النشويات كامله مع البروتين والخضار، والعشاء بدون نشويات. تعالوا كده ليوم الاربع والخميس من نظام المرضعات والتحدي الثاني، اختاري لتنشيط الحرق، الفطار هيكون فيه كميه فيه نص كميه النشويات او مع البروتين والخضار، الغدا والعشاء بدون نشويات، وعندك بقى يعني في اضافات للوجبات الخفيفه، ثمره فاكهه، حبه متوسطه من البطاطس، معلقه صغيرة من زبدة الفول السوداني، في شوية تعويضات ليكم يا ست الكل. يوم الجمعة يوم مفتوح وبالهنا والشفا، نظام الأشبال من 11 ل 16 سنة، التحدي الثاني هو سبت وحد، اثنين وثلاث، أربعة وخميس والجمعة. نظام الأطفال هو نظام استرشادي من سن 5 ل 11 سنة، يقدروا ياخدوه كنوع من الاسترشاد للنظام، تشجيع خدوه زي ما انتوا عايزين براحتكم، ولكن برضو تقدروا تزودوا في الاكل مفيش مشكله، الاكل الصحي. اربع اختيارات تنشيط الحرق، الفطار فيه كميه نشويات كامله مع البروتين والخضار، الغداء فيه كميه نشويات اكتر مع البروتين والخضار، العشاء فيه نص كميه النشويات مع البروتين والخضار، طبعا الوجبات الخفيفه مهمه. الاثنين والثلاث، الاربع والخميس، ويوم الجمعة اليوم المفتوح. وبكده نكون عملنا عرض سريع وشرح سريع للتحدي الثاني، تحياتي ليكم ويلا بينا يا ابطال نروح نشوف التعليمات. ابطالنا الغاليين، ودي جداول التعليمات، جداول التعليمات اللي انت بتعمل لها سكيب او بتعديها او بتفوتها، وهي مهمة جدا. طبعا دي 10 تعليمات او 10 نصائح، لو انت اتبعتهم انسى بقى اي حد هيقول لك ازاي ترفع من حرقك، ازاي تنشط حرقك، ازاي في مش عارف ايه ممكن يزود لك حرقك.
حرقك لو عايزه يزيد ومعدل الحرق بتاعك يزيد وتخس بشكل سريع وبشكل صحي، عندك العشر تعليمات اقراهم كده بتأني، ما بين المية والنوم والالتزام بالنظام الغذائي الصحي بدون اي تجويد من دماغك وبدون اي اضافات لاعشاب وحاجات ووصفات ممكن تكون مؤذية. تحافظ على نفسك من الامساك ازاي؟ ان انت بس بكل بساطة كده ان انت يعني نقول بقى تاخد المية الفترة على الريق، مية فترة مش سخنة، مية فترة كده دافية شوية صغيرين كده على الريق. والرياضة مهمة جدا، يعني معلقة طعام زيت الزيتون، الخضروات، لو انت عايز تشرب شوربة خضار في اي وقت، الفاصوليا، الكوسة، البروكلي، الابتعاد عن الميزان، بلاش تقعد توتر نفسك بالميزان. لو انت حاسس ان انت عندك احتباس سوائل بعد اليوم المفتوح، وطبعا كتير من الناس بتوزن بعد اليوم المفتوح يقول لك اللي انا خسيته زدته تاني، لا مفيش حد بيزيد دهون في يوم وليلة، ولكن الزيادة دي بتكون زيادة وهمية. ممكن لو انت يعني عندك احتباس سوائل تقدر تاخد مغلي البقدونس مرة او اتنين على الريق وخلاص هيروح الزيادة في الوهمية دي ان شاء الله. طبعا دول يعني ست تعليمات مهم دايما بتكلم عنهم، النوم والحفاظ على الجسم الامساك، وجود يوم مفتوح، الرياضة، والالتزام بالنظام الغذائي، والمية، من الحاجات المهمة او الست اشياء الرئيسية لزيادة ورفع معدلات الحرق. دي يعني هنقول بقى يعني نقول خطة تقدر تمشي عليها لو انت بتقوم تصلي الفجر. طبعا يعني الفجر بيأذن اكتر من كده، يعني مبقاش 5:30، ممكن مع تعديلات الساعة الجديدة هتلاقيه مثلا بيأذن في هذه الحدود، ولكن يعني الساعة 4 الفجر بيأذن، تقوم تاخد معلقة عسل او 3 تمرات زي ما انت عايز، وبعد كده تروح تصلي، وبعد كده تلعب رياضة خفيفة، وبعد كده ترجع الساعة 7 تاخد الفطار بتاعك اللي انت عايزه. ده حاجة يعني استرشادية ليك، خطة استرشادية ليك. طبعا دي للناس بقى، وطبعا احنا ما بننساش اي حد خالص، دي الكلمات الدلالية باللهجات العربية. طبعا الناس اللي متابعانا من زمان عارفين ومهتمين جدا بهذا الامر، المغربية والجزائرية والشامية، وازاي ان انت تفك اي مصطلح موجود عندنا في النظام، يعني ايه معنى جبنة القريش، ومعنى حليب خالي الدسم ايه، ومعنى البيض المسلوق، ومعنى البيض الاومليت، والدجاج، والسمك البلطي، وكل الكلام ده. وده طبعا بالاستعانة بالفريق العمل الخاص بيه لو نفسك تخس من الدول الشقيقة، المغرب العربي والجزائر والشام. دي كلها الكلمات الدلالية. دي قائمة الفواكه المسموحة اللي دايما بقولك دي من الفواكه المسموحة او مش من الفواكه المسموحة. دايما بتقولي يعني ايه الفواكه المسموحة، وبتسأل السؤال ده كتير جدا جدا جدا، رغم ان احنا كل مرة بننزل النظام بننزل معاه التعليمات وبيكون موجود فيه الفواكه المسموحة والفواكه الممنوعة. دي بقى جداول بتبين انواع الفواكه المسموحة، كمياتها قد ايه، ما يعادلها من ثمرة، والملاحظات عليها. يعني الاناناس ما تعتبرش ثمرة، ولكن لو خدت منها شريحتين تعتبر ثمرة. 4 شرائح بديل لوجبة الفاكهة، ليك حد أقصى 4 شرائح فقط من الأناناس مثلا. الموز ليك نص موزة. البرتقال ليك قد إيه؟ دي الممنوعات من الفاكهة. وطبعا دي جداول بدائل الخضروات، إيه اللي مسموح إيه الممنوع. دي حصة النشويات، كمياتها قد ايه وانواعها، ما عنديش رز طب اخد بدالها برغل، طب الفريكه يا باشمهندس قد ايه، كل ده والله مكتوب يا اخي انت وهو، بس للاسف انت لا بتسمعني ولا بتقرا، فمش عارف اعمل ايه. دي البروتين قد ايه بروتين، وتقدر تبدل البروتين ببروتين نباتي في الاسبوع مرتين مفيش مشكله. ودي المشروبات اللي ممكن تاخدها بدون سكر، ودي الممنوعات الدايمه اللي جابتنا ورا، ودي الممنوعات المؤقتة اللي احنا بس بنوقفها وبنحاول ان احنا نهولد عليها فترة ال6 ايام، اما في اليوم المفتوح تقدر تاخد منها مفيش مشكلة. بس كده، تحياتي ليكم وشكرا لحضراتكم. بعد ما شفنا شرح التحدي الثاني، اتمنى ان انت ما تفوتش الفرصة، واتمنى ان انت تكمل معانا، واتمنى ان انت اي وقت تشوفنا تبدأ معانا على طول. صدقني صحتك شيء كبير وشيء مهم جدا، صحتك لا يعني ملهاش الامانة، يعني تمنها غالي قوي، تمنها غالي جدا جدا جدا. وتذكر ان كتير من الناس، واكيد انت مريت بشكل شخصي مع نفسك او مع حد من قرايبك، ان هو مجرد ان هو تعب شوية ودخل المستشفى دفع فلوس كتير جدا جدا علشان يخف من اي مرض ما هو تعرض ليه. فالوقاية خير من العلاج، والجسمك السليم ده في غذائك السليم. طول ما انت بتاكل اكل كويس، طول ما جسمك ان شاء الله هيبقى كويس. وللأسف
كتير من الأمراض سببها الرئيسي الأكل الغلط والتغذية الغلط. وصدقني الأكل الغلط ده على الكبير والصغير، على الوزن بيزيد أو الوزن مش بيزيد. فحاول تنبه كل الناس إن هي تاكل أكل صح علشان تنعم بالصحة وبالرشاقة. ربنا كده يسعد أوقاتكم إن شاء الله، وتحياتي ليكم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في تحديات جديدة خلال شهر مايو إن شاء الله، وتحديات الربيع. فسلام عليكم ورحمة الله.